ننتقل دلوقتي بقى ان احنا نتكلم على الفيزيكال يعني كاركترستكس بقى ماكينه الام ار اي، الفيزيكال كومبوننتس بتاعتها. احنا بدايه ماكينه الام ار اي بتحتوي على كذا كومبوننت. الجزء اللي احنا شفناه في الصوره الاولانيه خالص عباره عن الجزء اللي فيه الماجنت، الجزء الكبير ده اللي احنا شفناه كان عباره عن الماجنت، وفي قدامه البيشنت تيبل دي بتبقى موجوده في اوضه. بيبقى في عندنا عدد من الكويلز بنستعملهم عشان نقدر نكولكت بيهم الداتا بتاعتنا، هم دول اللي انا ببعت بيهم الار اف بالس وبستقبل بيهم الار اف بالس. عشان الماجنت دوت يشتغل بيبقى فيه حاجه اسمها كرايوجين ستورج، هنتكلم عليه دلوقتي في انواع الماجنتس المختلفه. بيبقى فيه عندنا كمبيوتر كابينتس كده بيبقى فيها الكمبيوتر بتاع ريكونستراكشن، وبيبقى فيه عندنا اوبريتور كونسول بيبقى موجود علشان التكنيشن يقعد عليه ويشغل المكنه دي، يختار السيكونس اللي عايز يعمل له سكاننج، ويختار برضو البارامترز اللي هي تي ار وتي، كل البارامترز اللي اتكلمنا عليها دي يختارها علشان يقدر يسيلكت يعمل ايه بالظبط. بيبقى في عندنا طبعا باور سبلاي بتاع كل الاجزاء بتاعت المكنه دي، بيبقى في طبعا الفرونت اند هاردوير بتاعنا اللي هو الجزء بتاع راديو فريكوانسي الكترونكس، اللي هو الجزء بقى اللي هو هو ده الجزء اللي بيبعت الار اف بالس، وهو ده اللي بياخد السيجنال بعد كده ويعمل لها امبليفيكيشن عشان بعد كده يحولها ديجيتال عشان يبعتها للكمبيوتر عشان يعمل لها ريكونستراكشن. بيبقى في عندنا حاجه اسمها دايجنوستيك ساتلايت كونسول، ده عباره عن ديسبلاي تاني كده او ورك ستيشن تانيه بحيث الدكتور يقدر يقعد عليها ويقدر يشخص منها، لان الدكتور بيشخص اكشولي من على المونيتور. الافلام ما هياش فيري افكتيف في الام ار اي لان في حاجه كتيره جدا يقدر يعملها بروسيسنج على الصوره ويقدر يقيسها من على الصوره، صعب قوي نعملها من على الفيلم. عادة لما بنيجي نعمل مثلا لو فرضا مثلا دكتور خلاص شخص وعايز يطلع التقرير بتاعه بيطبع الصورة نفسها على ليزر كاميرا بحيث يطلع على فيلم عشان يقدر بعد كده لو المريض ده عايز ياخد الريبورت بتاعه وياخد معاه صورة عشان يوريها للفيزيشن اللي هو عامل له ريفيرل، بيبقى معاه الكلام ده على فيلم طالع من الليزر كاميرا دي.